أكيد كل قمة مناخ بيكون في مشاركات متنوعة وآراء متنوعة، منهم المدافع وبشدة عن الأرض وكوكب الأرض، بيبقى في حالة من الأخذ والرد، الرأي والرأي الآخر. إزاي شفت ده في قمة المناخ هذه المرة في شرم الشيخ والسكرم؟ شوف أقول لحضرتك، الصورة الكبيرة الواسعة صورة مشرقة وصورة جيدة. أكبر حشد من زعماء العالم متواجدين، أكبر قدر من القضايا بيتم مناقشتها، عدد كبير جدا من يعني من الإعلاميين، لا يعني مدينة جميلة جدا، مدينة أضفت جمالها على المؤتمر، فالمؤتمر مع المدينة الاثنين كده تحس إن عملوا صداقة، وادونا الحالة الإيجابية الرائعة اللي احنا شايفينها في شرم الشيخ، حالة يعني حالة غير مسبوقة، حالة من الارتياح وحالة من الهدوء. لكن على الجنب بقى حصلت بعض الأشياء اللي لازم نعلق عليها، يعني خاصة أولا في توظيف قضايا لا تتعلق بالمناخ ومحاولة دسها وتكبيرها والتهويل منها في المؤتمر، حاجات متعلقة بحقوق الإنسان والإفراج عن أحد النشطاء ومحاولة سرقة القضية الرئيسية أو نختزل هذا الحدث الكبير وهذا الحدث العظيم في قضية فرعية. قضية فرعية يعني يجب أن ندرك، نقر أولا أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومن حق هذا الإنسان سواء هو أو غيره أنه يعني يسلك الطرق والمسالك القانونية للدفاع عن حقه، وعندنا لجنة عفو رئاسي ممكن أن يتقدم لها وتبحث حالته إذا كان يستحق ذلك. ده أمر مهم. الأمر الثاني يعني أن صادر القضايا دي صادرة فيها أحكام قضائية من القضاء المصري، فمن يعني الجليطة أن يطلع بيان يقول أن الأحكام دي غير عادلة، دي أحكام استمرت سنوات ولم تصدر الأحكام إلا بعد استنفاذ كافة أنواع الدفوع، وإن هذا المتهم أو هو أو غيره قدم لقضاء الطبيعي ولم يقدم لقضاء استثنائي أو لمحاكم عسكرية رغم الظروف الصعبة اللي مرت بها البلاد، وصدر عليه حكم قضائي. إذا كان طبعا من حق أسرته كأسرته إنها تدافع عنه وترى أنه مظلوم وتطالب بالإفراج عنه، ولكن دون تشويه للحقائق اللي موجودة أو دون محاولة الاستقواء بالخارج. الاستقواء بالخارج مش هيبقى مفيد. وبعدين أنا عايز أقول الدول الراعية للأشخاص اللجوم لمثل هذه القضايا بتطبق قوانينها داخل بلادها بمنتهى القسوة ولا تسمح يعني بمثل هذه الأمور، وشفنا تجارب كثيرة جدا سواء في المظاهرات بتاعة أصحاب الياقات بتاع السطر البرتقالية وفي غيره، شفنا فرنسا وأمريكا وغيره وغيره وغيره، قوات الأمن والشرطة بتتعامل بمنتهى القوة والقسوة، لا هنا احنا ما عندناش. الأمر اللي مهم يعني هذه الأمور يجب أن تكون في حجمها الطبيعي، لكن تضخمها وأن الرئيس فلان تحدث وأن يعني كمان هذه الدول لازم تحس أن ممارسة هذه الضغوط أو محاولة لي زراع مصر، احنا عارفين الحكاية دي من زمان، دي كروت سياسية استخدام حقوق الإنسان ككروت للضغط لتحقيق مطالب أخرى. طبعا يمكن بيعز على بعض الناس خصوصا يعني الجماعة الإرهابية اللي هي بتعتبر يعني الكتيبة الإلكترونية رقم واحد لتشويه ما يحدث في شرم الشيخ، يمكن بيعز عليهم أن مصر تعمل هذا الحدث الكبير، بيعز عليهم أن البلد دي تعالج أزماتها، فهو بيعيد إنتاج بقى شعارات قديمة حصلت في يناير وفي غيره، يعني نفس الوسائل القديمة. طيب هنا ما هو الناس شايفة بعينيها، المراسلين الأجانب اللي موجودين ال4000 دول يجب أن تكون عندهم أمانة المهنة، مصداقية وحياد، وينقلوا اللي بيحصل ويشوفوه، إنما التهليل والتطبيل يعني مش هيبقى مفيد ولا يخدم قضايا المناخ ولا يخدم قضايا حقوق الإنسان ولا يخدم المتهم نفسه أو ولا يخدم أهله ولا أسرته. أنت عندك طرق قانونية، دولة بتحترم القانون، ممكن المسالك القانونية. طب ما هو تم الإفراج على أكثر من 1000 كانوا موجودين عن طريق لجنة العفو الرئاسي، واللجنة ما زالت مستمرة في أعمالها. أما بقى مسألة لي الزراع
الاستقواء بالدول الأخرى، والدول الأخرى تتصور بعضها إنها مبعوث العناية الخاصة بحقوق الإنسان. لا يعني، ما هو إحنا دولة فيها قضاء وبتحترم قوانينها وبتحترم أحكامها، ويعني عيب إننا نحاول إن هذا المؤتمر العظيم بهذا الزخم بالنتائج المترتبة عليه وبعدين نتركه ونروح بقى ندخل في مسالب أخرى ملهاش علاقة بحقوق الإنسان بمثل